ان شاء الله. طيب خلينا نروح للنادي الاهلي يا كريم، ويعني من وجهه نظرك شايف تشكيل الافضل، التشكيل الافضل للنادي الاهلي السنه الجايه ازاي؟ انا بشوف طبعا اكيد مارسيل كولر عنده بيز او عنده قاعده باني عليها طبعا الفريق بقاله فتره وخلاص، واحنا داخلين على الموسم الجديد مع اضافه طبعا الصفقات اللي تمت في خلال فتره الصيف الجاريه، وطبعا ان شاء الله باذن الله خلال اكيد انا متاكد قبل نهايه الفتره ان شاء الله متاكد هيكون نعم عشان احمد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله هيكون فين باذن الله يعني بدون مقاطعه. لا مش بتكلم على ان شاء الله طبعا دي هتحصل، لكن انا بتكلم عن احمد ثابت. ولا بلاش اقول طب خلينا كمل معانا معانا احمد الافضل الافضل. فان شاء الله اكيد القاعده اللي هو بنى عليها التشكيل بتاعه هتبقى اكيد مستمره كما في وجهه نظري، محمد الشناوي حارس مرمى، اكيد علي معلول باك شمال، محمد هاني باك يمين، ياسر ابراهيم وحا عبد المنعم اثنين مساكين. نيجي بقى في خط الوسط في وجهه نظري هو بقى ايه التعديل اللي هيتماشى في وجهه نظري مع الخطه الحلم اللي عايز يعملها مارسيل كولر، يلعب 4-1-4-1 صريحه ان هو هيلعب في وجهه نظري الثلاثي اللي هيكون في خط وسط النادي الاهلي السنه الجايه من وجهه نظري الشخصيه، علي ديانج، مروان عطيه، امام عاشور. هذا الثلاثي هيديك ورك ريت عالي جدا جدا جدا، هيديك اضافه قويه جدا في مساله العوده من الهجوم للدفاع والدفاع والتحول من الدفاع للهجوم. بصراحه امام عاشور ثنائيه امام عاشور مروان عطيه بصراحه ورك ريت عالي قوي قوي قوي، والاثنين حتى شفناهم بيقدروا يلعبوا 8 وبيقدروا يلعبوا 6، وحتى ساعات في بعض الاوقات امام عاشور بيلعب اوريدي كان مع غزل المحله ومع نادي الزمالك بيلعب رقم 10، ففي الحته دي الامر كويس جدا. اكيد لا خلاف على ثنائي الطرف بيرسي التاوي وحسين شحات بحكم ان هم يعني متالقين من موسم فات. ناس كتير ممكن تسال طب يا كريم فين رضا سليم؟ اكيد لازم يبدا ياخد واحدة 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 اشمعنى اشمعنى امام عطية؟ نعم اشمعنى امام عاشور؟ لا امام عاشور عشان الحتة بتاعته المطلوب فيها فاضية، لا ولعب كمان كتير في الدوري والحتة دي بصراحة مطلوبة، انما بيرسي تاو وحسين الشحات رضا عنده فعلا منافسة، ورضا طبعا احنا عارفين ان هو لعيب جوكر، لاعب مع الجيش الملكي، لعب على اليمين ولعب على اليسار ولعب حتى بلاي ميكر، بس هو محتاج ان هو يعني يجاهد عشان ياخد مركزه. والمهاجم الصريح اكيد لغايه دلوقتي كهربا، لو جه مهاجم صريح اخر يا كريم الاسم بقى نسمع الاسم الاول، لا يعني بغض ما لو جايب ما هو انت جايب النادي الاهلي جايب اسم كبير مليون في المية، لكن لو انت جايب اسم اكيد قوي دي مش محتاجه كلام، لكن انا اقصد انه لو جه مهاجم هيلعب ممكن كهربا يقعد ولا يلعب في جنب ممكن، بس برضه ساعتها برضه هنسال سؤال هيلعب سؤال مهم، المهاجم اللي جاي ده السنه اللي فاتت كان وضعه ايه؟ لعب لغايه امتى؟ هيخش الفرقه ازاي؟ الافشنسي بتاعته عامله ازاي؟ برضو في حاجات كتيره طيب هنسالها يعني. هتفق مع كريم في التشكيل، بس هي حته ان مروان عطيه هو سته، يعني الشناوي طبعا في حراسه المرمى، الاثنين المساكين ياسر ابراهيم، العلي باك يمين، مروان عطيه سته، اليو ديانج وامام عاشور. انا شايف امام عاشور مركز قوي ما شاء الله في الفتره الاخيره في التمارين، ان شاء الله باذن الله يكسر الدنيا مع النادي الاهلي. مروان عطيه وامام عاشور واليو ديانج، بيرسي تاو والشحات وكهرباء، رضا سليم لو النادي الاهلي تعاقد مع مهاجم جيد في الضربات الراس اعتقد ان رضا سليم هيكون له دور مهم جدا، لان رضا سليم قوته في التحولات وفي العرضيات، وجوده هيحتاج مهاجم مميز بالضربات الراس اكتر، لكن كهرباء مهاجم وهمي يعني مهاجم بينزل لتحت بيفتح مساحات، فهيبقى محتاج معاه بيرسي تاو والشحات، لكن لو المهاجم المميز بضربات الراس اعتقد ان رضا سليم وحسين الشحات وقدام المهاجم.